تطورات جديدة تشهدها اليمن على الصعيدين السياسي والميداني، حيث المواجهات مستمرة بين القبائل والحوثيين الذين قتل منهم 15 شخصا يوم أمس في منطقة رداع ومناطق عدة نتيجة اشتباكاتهم مع القبليين هناك. القبائل أطلقت نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية لمساعدة ما يقارب 10,000 شخص معظمهم من النساء والأطفال النازحين من منازلهم من قرى خبزة والأوسط والجريشة وقرية درنجد وقرى أخرى إلى 9 كهوف نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الذي يتعرضون له. هذا وقد استعاد مسلحو قبائل قيفا التلال المرتفعة التي استخدمها الحوثيون في قصف مناطق عدة في رداع، خصوصا جبل العليب الأصفر. أما في الجانب السياسي فقد ظهر التباين والانقسام في صفوف الحوثيين، فقد أشاد صالح الصماد مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي بشجاعة وجرأة رئيس الوزراء خالد بحاح، وقال إنهم تحملوا المسؤولية في مرحلة حساسة يمر بها اليمن، معبرا عن أمله في أن تتعامل جميع وسائل الإعلام مع الحكومة الجديدة للدعم والمساندة بعيدا عن التشفي والمكايدة السياسية. هذا رغم أن الصماد رشحه الحوثيون الذين باتوا يعترضون على تشكيل الحكومة. تهاني الجهني، العربية.